يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا محمد. صباح الفل عليك يا بسنت. صباح الخير والسعادة على حضراتكم في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. الحقيقة كل واحد فينا هو صنعة إيد أمه. الأم هي اللمسة الأولى، هي البيت الأول، هي الحضن الأول، الحنان والدعاء اللي احنا عايشين بيه لحد دلوقتي. كل سنة وكل أمهات مصر ست الحبايب طيبين. النهاردة 21 مارس عيد الأم، اليوم اللي بنقول فيه كلنا شكرا يا أمي، اليوم اللي بنفرحها فيه رغم أنه واجب علينا كلنا في كل أيام السنة أن احنا نفرح أمهاتنا، لكن ده ما يمنعش أننا نحتفل بيهم النهاردة ونقول لكل الأمهات كل سنة وانت منورة حياة ولادك، كل سنة وانت دايما السند والحنان والعطاء بلا حدود. كان احنا دايما بنسمع كلمة محدش هيحبك قدي، ولما بتكبر بتعرف ان دي يمكن حقيقة. يعني الأمان هي الأم، الحب هو الأم، الحنية هو الأم، كل الأوصاف دي ما ينفعش انك تقولها في أي شخص تاني غير شخص واحد بس وهو أمك بس كده. ما ينفعش تقول حد تاني هو مصدر الأمان في حياتي، هو حد تاني هيحبني هيخاف عليا أو هيحب تبقى أنت أحسن منه، زي ما بيقول، زي ما كل أم بتقول، لأنه دي حقيقة. كل أم فعلا عايزك تكون أحسن منها، ما فيش حد تاني هيبقى عايز كده. عشان كده في عيد الأم كل شخص بيحاول يرد يمكن جزء صغير كده من الجميل لأمه، يمكن بهدية، بكلمة، بدعوة من القلب، أي حاجة بنقدر عليها بنقول بنعملها النهاردة في عيد الأم. كل سنة وكل أم فرحانة بولادها، ببرهم وبعطفهم وبنجاحهم. كل سنة وكل أم شايفة نجاحها في ولادها وشايفة تربيتها وتحقيق اللي هي يمكن السنين كده من العطاء ومن التضحية شايفاه بيتحقق قدامها في ولادها. عارفة بس أنت مهما عملنا أو مهما قدمنا من هدايا النهاردة مش هنوفي طبعا أي حاجة من اللي الأم بتعملها لولادها. يعني طول العمر رحلة الأم كلها هي رحلة من أول ما يبقى عندها الابن أو البنت إنها إزاي تشوف زي ما أنت قلت يا بسنت ولادها أحسن منها. يعني تحدي كبير جدا، والأم شيء عظيم ومعنى إنساني عظيم جدا، وكلنا لازم النهاردة نفتكر أمهاتنا واللي هم موجودين وسطنا، ندعي لهم بالبركة في العمر، وكمان الأمهات اللي توفوا وغادروا حياتنا لازم كمان ندعو لهم بالرحمة والمغفرة إن هم مش موجودين معانا لكن عايشين معانا وفي حياتنا. الفكرة أو فكرة الاحتفال بعيد الأم مشاهدينا هي فكرة موجودة في العالم من زمان جدا، من بدايات القرن العشرين بعض الدول بتحتفل بيه عشان تكرم الأمهات وتكرم فكرة الأمومة. عندنا بقى في مصر وفي المنطقة العربية الفكرة جت من قصة شهيرة جدا للكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين في عموده الصحفي فكرة. في هذا العمود قال مصطفى أمين: تعالوا أيها القراء نتفق كده على يوم من أيام السنة كلنا كمجتمع مصري نحتفل في اليوم ده بالأم، نخليه كده عيد قومي في بلادنا وبلاد الشرق. وبالفعل تم اختيار يوم 21 مارس علشان نقول في اليوم ده شكرا يا أمي. احنا النهاردة كمان هنحتفل بعيد الأم، ونحتفل كمان بالأم الفلسطينية اللي بتقدم نموذج من النضال والتضحية بلا حدود. الحقيقة أن في كل مكان في فلسطين هتلاقي أم صبورة أو أم الشهيدة أو أم الأسيرة أو أم نفسها شهيدة. هتلاقي وسط كل ده في قوة وصمود وتمسك بالقضية بشكل غير طبيعي. صحيح. هتلاقي كل فلسطيني عنده نزعة وطنية رهيبة. صحيح. بتشوف أن كل اللي بيمروا بيه ده ومع كده هم متمسكين بأرضهم جدا لغاية آخر نفس، لغاية ما بيستشهدوا فعلا. ده جاي منين؟ ده جاي من أم. صحيح. بتزرع، بتربي، بتكافح، في نضال، في يعني صمام أمان كده للأسرة، وهي الأم الفلسطينية. احنا ما نقدرش النهاردة نعدي احتفالنا بعيد الأم من غير ما نقف عند الأم الفلسطينية وعند العقيدة اللي بتدخلها وسط ولادها ونحتفل بيها ونحييها. طبعا هي أم استثنائية وعظيمة. أيوه. عظيمة. أيوه. بكل المقاييس الأم الفلسطينية. والنهاردة صباح الخير يا مصر هنعمل ده، هنحاول نكرم كمان الأم الفلسطينية، لأن الأم دي مشدودة للأرض، منحازة للأرض، زي ما بسنت كانت بتقول بتربي ولادها إن هم يتشبثوا بأرضهم. محمود درويش كان بيقول إن الأم الفلسطينية دي هي سيدة الأرض، كان بيوصف فلسطين إنها سيدة الأرض. في كل مكان في غزة أو فلسطين هنلاقي أم شهيد،
هنلاقي زوجة شهيد، أخت شهيد، بنت شهيد، فالأم موجودة بمعاني البطولة والفداء بشكل كبير جدا. الأم الغزاوية كمان الفترة اللي فاتت خلال الحرب الغاشمة على غزة تحملت أهوال كبيرة جدا، يعني كلنا شفنا الفيديوهات وشفنا أهلنا في غزة، مئات الأمهات استشهدوا، الآلاف منهم أصيبوا، تحملوا مصاعب كبيرة جدا وهم بيبحثوا وسط الركام عن رفات أبنائهم، لكن كانوا بيقفوا بتحدي وصمود ضد العدوان. شفنا كتير من الصور اللي بتوضح مدى قدرة وصلابة وقوة الأم في غزة وفي فلسطين. عشان كده يا محمد احنا النهارده يمكن هيكون معانا احتفاء خاص بالام الفلسطينيه وكفاحها المستمر وازاي بتحافظ على الروح الوطنيه في اجيال واجيال ورا اجيال لدى الفلسطينيين، ازاي ده بيحصل؟ ايه العقيده دي؟ ازاي بتقدر تدخل الروح الوطنيه دي في تربيتها لولادها؟ هنشوف كل ده النهارده واحنا بنحتفي بكل ام. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم كده بتكافحوا، وكل سنه وانتم يعني دايما كده في تضحيه لاولادكم، ودايما عايزين تشوفونا احسن ناس. بنصبح عليكم مره تانية واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هاله الحملاوي ونتعرف منها على اخر اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات، ونقول لها صباح الخير عليك يا هاله وكل سنه وانت طيبه. صباح الخير يا هاله. صباح الفل يا محمد. صباح الفل يا فسانت، وكل سنه وانت طيبه وام جديده لسه. أيوه. انت في اول المشوار. كل سنه وانت طيبه، لسه قدامك مشوار طويل. كل سنه وكل امهاتنا طيبين يا وبخير يا رب، ويرحم اللي فارقونا. هنبدا مع حضراتكم دلوقتي نستعرض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبدأ طبعاً من القاهرة تحديداً من شارع الموسكي اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية، نفس الأمر في شارع عبد العزيز. هنكمل جولتنا لحد ما نوصل لميدان طلعت حرب، هناك هنلاقي فيه سيولة بتبدأ تختفي لحد ما نلاقي بعض الكثافات أمام المتحف المصري. أما كوبري أكتوبر واللي هيوصلنا لشارع رمسيس فهنلاقي فيه كثافات مرورية. بالنسبة لشارع رمسيس فبيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية، ودلوقتي مكملة لحد شارع الجيش وصولاً لميدان العباسية. هنروح لتقاطع شارع صلاح سالم وهنلاقي هناك برضو كثافات مرورية بسيطة، وعند كوبري الجلاء هنلاقي ان في سيولة مرورية مكملة لطريق العروبة. كمان كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تقل واحنا داخلين على طريق المطار. نستكمل جولتنا مع حضراتكم في شوارع الجيزة، هنروح لشارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل وصل لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي كثافات مرورية كبيرة تبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بيشهد بعض الكثافات. هنروح لمحور صفت واللي بيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، وهنروح لشارع الهرم هنلاقي هناك برضو حركة السيارات في بطيئة من أول منطقة مشعل. هنلاقي كمان في كثافات من شارع العشرين والحد الطلبية، وكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني. كمان المحور القادم من أكتوبر في كثافات مرورية قبل الدائري، ومستمرة الكثافات المتقطعة حتى نادي الزمالك. أما المحور المتجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرورية. في الإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد، وهنلاقي كمان إن في سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية. في محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من عند محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، هنمشي كمان هنلاقي إن طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيه سيولة مرورية، وكمان في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة أيضا فيه كثافات نسبية، وكمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في النهاردة نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص لأمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة. كمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 26، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 32، وأقل درجة حرارة في كاترين 19 درجة. طبعا معانا تفاصيل أكتر عن أحوال الطقس بس بعد شوية.
برحب بحضراتكم من جديد. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح للاطلاع على المؤشرات الكليه للاقتصاد في ضوء الاجراءات الاستثماريه والتمويليه الاخيره وحزم تنشيط القطاعات الاقتصاديه وبرامج جذب الاستثمارات. ايضا تناول الاجتماع اجراءات الحكومه لمواجهه التضخم وضمان استقرار السلع في الاسواق. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل مجموعه عمل برئاسه صندوق التنميه الحضريه، وتختص هذه المجموعة باتخاذ إجراءات تيسير استخراج التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بداخل المناطق القاهرة التاريخية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على المؤشرات الكلية للاقتصاد في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات اللي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري. وتم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام وزيادة نشاط القطاع الخاص والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات. أيضاً تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم وضمان استقرار أسعار السلع، وتم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع من الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية. كما تابع الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. امبارح قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إن ذكرى انتصار العاشر من رمضان بيمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لقد قدمت قواتنا المسلحة في هذا اليوم المبارك ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال، وكانت وما زالت مصدر فخر للأمة العربية بأكملها. وتابعت قرينة رئيس الجمهورية: عاشت مصر وطناً عزيزاً كريماً، وكل عام وأنتم بخير. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض نتائج عمل اللجنة المشكلة لتقييم العروض المتقدمة لإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تمهيداً للعرض على السيد رئيس الجمهورية. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بتشكيل مجموعة عمل برئاسة صندوق التنمية الحضرية وعضوية جهات عديدة ذات الصلة تختص مجموعة العمل باتخاذ إجراءات تيسير استخراج التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بمناطق القاهرة التاريخية، التي يقوم الصندوق بتنفيذ مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية بها. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة الشرقية حيث تم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 21 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية. في الأقصر تم تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الكرنك لإجراء 1000 جلسة كل شهر. أما في المنيا فتم افتتاح كوبري ملاوي العلوي لربط شرق وغرب المدينة بتكلفة بتصل ل 338 مليون جنيه، وفي البحيرة تم تحصين أكثر من 20 ألف راس ماشية ضد الحمى القلعية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الشرقية شهدت المحافظة إجراء القرعة العلنية لتخصيص 21 وحدة سكنية للأولى بالرعاية من المستحقين بقريتي أكياد والنوافعة بمركز مدينة فأوس لتحديد رقم العمارة والوحدة والدور للمتقدمين، بعد أن تم الانتهاء من فحص المستندات المقدمة وإجراء الأبحاث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة طبقاً للقانون. في الأقصر استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية أول مجموعة من منتفعي مرضى الغسيل الكلوي بمحافظة الأقصر داخل مستشفى الكرنك الدولي، وده بعد انطلاق التشغيل التدريجي لوحدة الغسيل الكلوي المطورة بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الملاحظات والتجهيزات النهائية. ويسمح التطوير الجديد لمبنى الغسيل الكلوي والعنايات المركزة بمستشفى الكرنك الدولي برجوع واستقبال ما يقرب من 1000 جلسة غسيل كلوي شهرياً.
في المنيا افتتحت المحافظة كوبري ملاوي أعلى ترعة الإبراهيمية عبوراً بمزلقان السكة الحديد اللي تم تنفيذه بطول 2 كيلومتر ومكون من 5 محاور تربط شرق ملاوي بغربها وشمالها بتكلفة تقديرية تصل ل 338 مليون جنيه، وبيأتي الافتتاح ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي. في الفيوم افتتحت المحافظة مدرسة المجمع التعليمي بمدينة طمية للتعليم الأساسي بتكلفة إجمالية 15 مليون و913 ألف جنيه، بما يسهم في الارتقاء بمستوى القطاع التعليمي على أرض المحافظة وتوفير الخدمات الملائمة للتلاميذ والتلميذات بمدينة طمية ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي. في البحيرة قامت مديرية الطب البيطري بتحصين 20,524 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز خلال أول أيام الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلعية والوادي المتصدع، وده في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية. في الأليوبية شهدت المحافظة استلام 71 طن سكر لتوزيعها بمدن بنها وطوخ وقليوب والقناطر الخيرية وكفر شكر والخنكة والخصوص وشبين القناطر، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم. في أسوان أكدت المحافظة تنفيذ أعمال مشروع تأهيل ترعة الطويصة داخل المدينة بطول 200 متر وبتكلفة 37 مليون جنيه، وده بالتزامن مع أعمال مشروع الرصف بشارع الطويصة بطول 500 متر وبتكلفة 3 مليون جنيه. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. نصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، كمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة وكل الأمهات بخير يا رب. دكتورة منار، يعني احنا ملاحظين ان في ارتفاع في درجات الحرارة اليومين اللي فاتوا دولت، فهل هيستمر ارتفاع الحرارة دوت وفي اي ظواهر جوية هتكون موجودة النهاردة معنا؟ هو طبعا بالفعل يمكن تبقى لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالأمس كان في ارتفاع في قيم درجات الحرارة، وأيضا اليوم كمان متوقعين ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية. الارتفاع ده بسبب تأثرنا ببعض الكتل الهوائية الصحراوية. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، بالتالي هنحس بالأجواء المائلة للحرارة خلال فترة النهار، ويمكن ده هيكون في معظم محافظات الجمهورية، يكون حر أكثر أو أكثر حرارة في المناطق الجنوبية طبعا جنوب الصعيد. ده بيكون فترة النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. العكس تماما هيحصل خلال فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، هيكون في انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة. اليوم تحديدا فرق قيم درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل على القاهرة الكبرى يتجاوز 13 درجة مئوية. أجواء باردة خلال فترات الليل وخاصة في ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر كمان، خاصة في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة بتحس بالبرودة أكثر كمان من المناطق الداخلية، لأن اليوم كمان متوقع استمرار نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية. نشاط الرياح ده هو اللي حسسنا كمان بانخفاض قيم درجات الحرارة فترات المساء وساعات الليل بشكل كبير، ومع مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا اليوم أيضا متوقع أن يكون في فرص لسقوط الأمطار، هتبدأ الأول في المنطقة الغربية ومع تقدم ساعات اليوم هتبدأ تشمل أغلب محافظات شمال البلاد، وهتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط وكافة محافظات الوجه البحري، وهتمتد الأمطار خفيفة خلال فترة المساء لمناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة. طبعا الأمطار بتبقى في منطقة دون الأخرى، بتبقى على فترات متقطعة
وبنأكد ان هي مش هتأثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. ومع بكره ان شاء الله الجمعه ترجع تاني درجات الحراره تنخفض بمعدل 4 درجات. احنا بكره ان شاء الله متوقع عظمى على القاهره الكبرى 22 درجه مئويه. ونأكد ان طبيعه الفتره دي من السنه هي التغير السريع والحد في حاله الجو، يعني يوم هنلاقي ارتفاع ملحوظ، يوم هنلاقي انخفاضات ملحوظه، فترات الليل لسه هيكون فيها بروده بشكل كبير، ويمكن ده مكمل معانا على الاقل لمنتصف شهر 4 او بعد كده. فمهم جدا ننصح كل الساده المواطنين عدم تخفيف الملابس، وخاصه فترات الليل حتى فتره الصباح الباكر لازم الملابس الشتويه تبقى لسه موجوده معايا. مهم جدا كمان نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان الفتره دي يمكن مرضى الحساسيه الصدريه وجيوب الانفيه بيعانونها بشكل كبير، لان بينتشر بعض الاتربه والرمال المثاره. وخلاص احنا بدانا فصل الربيع المعروف برياح الخمسين، فمهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه. صحيح. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، طبعا نصائح مهمه جدا خاصه في ظل التقلبات الجويه اللي بتبقى موجوده في الفترة دي. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13، أيضا في العاصمة الإدارية 26-13، الإسكندرية 20-13، والعلمين الجديدة 20-12، مطروح 19-13، ودمياط 20-12، بورسعيد 21-13، والإسماعيلية 26-12، سويس 26-13، والعريش 21-12، كاترين 19-8، وطابة 25-15، حلايب 24-19، وشلاتين 27-18، شرم الشيخ 30-16، والغردقة 29-16، الفيوم 27-12، وبني سويف 28-13، الوادي الجديد 31-13، وأسيوط 29-12، سوهاج 30-13، وقنا 31-14، الأقصر 30-13، وأسوان 32-15. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة تانية لمحمد وفسنت ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا. خلونا نتابع مع حضراتكم عدد من اللقاءات مع الأمهات المثاليات في عدد من محافظات الجمهورية. الحمد لله بشكر ربنا شكرا كثيرا جدا على ان هو كل نجاحي او مسيرة حياتي باللقب ده، والصراحة أنا كنتش متوقعة، لأن أنا كنت ما كنتش أصلاً متقدمة للطلب، اللي هم كانت بنتي هي اللي بتقدم لي وعايزاها تعملها لي مفاجأة. بصراحة كانت الناس في التضامن هنا ناس محترمة جداً جداً، وتقبلوا الأوراق، كنت يمكن أكون آخر واحدة مقدمة يعني. والحمد لله يعني سبت الموضوع بقى، لأنه في أي وقت إن شاء الله ربنا يبشرنا بيها يعني. لحد امبارح لقيت الدكتور أحمد ابني بيتصل عليا وبيقول لي مبروك يا ماما، انت فزتي بلقب الام، وبعت لي الصوره من القرار يعني بالتهنئه وكده. والحمد لله يعني هي قصه كفاح. زوجي توفى وهم صغيرين، كان عندي محمد واحمد 9 شهور، وكان عندي شيماء 3 سنين او ما كملتهمش، والحمد لله ربنا أعاننا. وطبعا الحياة كانت صعبة في الأول، بس هم كتبوا الحاجات اللي هم شايفينها في حياتهم، أنا ما كنتش لما مع يعني الحاجات دي هم عايشينها معايا وهم شايفينها، بس يمكن هم داروا عليا علشان هم يعملوها لي مفاجأة، وكانت فعلا مفاجأة بالنسبة لي إن هم فكروا وإن هم حاسين بالحياة اللي احنا كنا فيها وبالعيشة اللي احنا كنا عايشينها، وبقد ايه احنا كنا مترابطين، وبقد ايه احنا كنا متحملين، وبقد ايه الحياة كانت صعبة. بعد استشهاد زوجي الله يرحمه كان الحمل بقى مرض السنين ده، كنت متحملة والدنيا كانت برضو حلو، بس حتة ان هو مش بسابني بالتلاتة وان انا لا اتحمل مسؤولية في شغل وبيت، كانت برضو عاطق كبير عليا، حمل كبير على كتافي ان انا ابقى في شغلي اللي ما بعرفش استأذن منه كل شويه، لان ده قطاع خاص اجري واروح واشوفهم عشان الالتزام والمسؤوليه اللي هنا، عشان برضو دول اطفال محتاجيني حواليهم، كان حمل كبير قوي. صحيح كان في مشقه كبيره ليا ان انا ببقى قاعده ببالين شغلي، وان انا ما يحصلش في دروب وغلطه تعمل لي مشكله كبيره، وان ابقى برضو مطمنه اميره رجعت من الدرس، محمود راح جابها، بلال عمل ايه، وبعدها قلت ولادي بقوا رجاله، هم الحمد لله مكتفيني عندي. دوم استشهد محمود، ربنا برضو
رزقني ببلال وبمصطفى جوز بنتي سن، فيا كل دي نعم جميلة هننكرها. اتصلوا بي بالتليفون الوزارة واتصلوا بي الصحفيين، صراحة كانت فرحة يعني، بصراحة ربنا يفرحكم يا رب، يفرح الناس كلها يا رب، فرحة كبيرة والله. أنا نفسي أتكرم برضو زي ما تكرمت هنا في بلدي وسط أهلي وناسي، أتكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الله يبارك له ويديه الصحة يا رب، ويا رب يا رب يا رب يكرمنا إن شاء الله باللقاء معاه. بفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، وكان يعني كانوا كويسين وبسمعوا الكلام وهم صغيرين، والحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. أقول للدولة كتر ألف خيرها وربنا يصلح حالهم جميعا ويعينهم ويوفقهم ويولي من يصلح يا رب، اللهم أمين. بلغوني إن أنا طلعت الأولى الأم المثالية على محافظة الوادي الجديد، وده كان فرحة كبيرة ليا، ويا رب يبارك فيهم يا رب ويجبر بخاطرهم زي ما جبروا بخاطرنا. كان ولادي هم قدموا لي، انا ما كنتش اعرف اساسا، فالحمد لله الفضل يرجع لله اولا ثم فخامه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. بقول لهم ربنا يخليكم ويبارك فيكم ويسعدكم في الدنيا وفي الاخره يا رب. يعني الأم هي الشخص الوحيد اللي ما عندوش أي مشكلة أنه يتحمل مسؤولية كاملة لأولاده، رمز التضحية والعطاء. يعني احنا شفنا نماذج كتيرة الأمهات ضحوا على مر سنين طويلة جدا، وشفنا يمكن الأم اللي كانت كلهم يعني تقريبا بيشتغلوا وبياخدوا بالهم من أولادهم، لكن كمان لما حصل يعني استشهد ابنها يعني ما وقفتش عند ده وقالت الحمد لله نعم ربنا. قصص كثير. فعلا بس انت قصص ملهمه جدا، يعني احنا التقرير اللي احنا شفناه محتاجين مجلدات كده وحكايات وحلقات نتكلم على قصه كل ام، يعني كل ام مثاليه، كل ام عندها قدره انها تراعي اولادها وتدفعهم دايما للامام وتبقى سند في الايام الحلوه والايام المره، فقصص ملهمه جدا، والام دايما بتتحول كده لمعنى في حياتنا، معنى مهم جدا، معنى التضحية ومعنى الوفاء ومعنى الدعاء المستمر. احنا عايشين زي ما بيقولوا كده ببركة دعاء الأم، الأم اللي موجودة في حياتنا واللي في وسطنا أو حتى اللي رحلت. بنحاول النهارده في صباح الخير يا مصر بس انت ان احنا نركز زي ما اتكلمنا في الانترو في المقدمه عن الام الفلسطينيه كمان. حقيقي. هي سيده الارض زي ما بيقولوا، ام استثنائيه، معانا نموذج للست الفلسطينيه اللي ضربت اسمى معاني الصبر والتحمل والصمود. احد ابنائها اصيب في العدوان على قطاع غزه، هو الطفل عبد الله كحيل اللي ناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وطلب منه العلاج في مصر، ومباشره استجاب ليه السيد الرئيس. معنا الأستاذة صابرين كحيل والدة الطفل عبد الله، صباح الخير عليكي وكل سنة وأنت طيبة. وأنتوا طيبين، كل كل الأمهات بألف خير يعني، كل عام وأنتوا بخير. حضرتك بخير، كل سنة وأنت طيبة. أستاذة صابرين، تضحيات كبيرة قوي بتقدمها الأم الفلسطينية، كلمينا عن يعني عنكم، كلمينا عن احساس الام الفلسطينيه دلوقتي، تضحياتكم واللي بتعيشوه دلوقتي. طبعا اكيد كل ام فلسطينيه حاليا بتعاني، اما فقدت طفل، اما فقدت شاب، اما فقدت عائله كامله. ما في ام فلسطينيه ما بتعاني، ما في ام فلسطينيه حزينه. اكيد كل الامهات الفلسطينيات حاليا عندهم اكيد يعني نقص، وهذا اليوم عندهم يوم حزين بذكرهم في اشياء يعني اكيد اكيد صعبه، ولكن الحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين على كل حاجه. الحمد لله هذا يعني نصيبنا في الدنيا، الحمد لله ان احنا نشوف كل هذا اللي بيصير فينا، الحمد لله. الحمد لله. هي ام الفلسطينيه ام بطله حقيقيا، وام يعني حقيقي بتدي نموذج للصمود والتشبث بالارض. انا عايز اسال حضرتك، واكيد يعني مشاهدين كتير وهما بيسمعوكي ست صابرين دلوقتي عايزين يسالوا ايه سر الصمود ده، يعني سر
العبقرية الخاصة للأم الفلسطينية أنها تفقد، يعني هي بتبقى أم شهيد وزوجة شهيد وبنت شهيد بالرغم من كل المآسي دي، إلى أنها متشبثة بالأرض بتزرع في ولادها أهمية أنه يحافظ على أرضه ويبقى على أرضه. بحكي لك شغلة، أولا أنا برضو أم شهيد، يعني ابني الكبير برضو استشهد، يعني أخوه العبد الله استشهد، ولكن سبحان الله أن ربنا بحط الصبر في البني آدم. ربنا لما حكوا لي خبر ابني المستشهد حكيت الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب قوين وصبرني، والحمد لله رب العالمين فعلا ربنا صبرني الحمد لله، زي غيري. هذا إشي ربنا بزرعه فينا، لأن إحنا يعني ستات فلسطيني بشكل عام اتعودنا إنه إحنا نفقد، اتعودنا إنه إحنا نصبر، اتعودنا إنه إحنا لما ابنك يجي مثلا خبر وابنك استشهد نكون عندنا كمية صبر. ربنا حط عندنا الصبر الحمد لله رب العالمين. فهذا إشي إحنا والله العظيم هذا إشي مش بإيدينا، هذا إشي فطرة ربنا حط فينا، فطرة مش إنه هذا إشي مش بإيدينا. صبركم مش بإيدينا. يدرس يا يعني أستاذة صابرين، طمنينا على عبد الله، يعني حالته الصحية عاملة إيه دلوقتي، وإحساسكم كان إيه أول ما الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لطلب عبد الله؟ والله عبد الله طبعا كانت حالته صعبة جدا. عبد الله كان حالته إيه اللي حصل له؟ احكي لنا القصة بدأت إزاي؟ القصة إنه إحنا كنا يعني بيتنا منطقة الرمال، منطقة هادية، منطقة يعني ما فيش فيها أي مشاكل ولا أي تهديدات، فصاروا يعني إنه ارحلوا من أماكنكم. المهم رحلنا زينا زي بيت العالم زي الناس كلها. لما رحنا على مدارس الإيواء، مدارس الأنوروا اللي هي من مفترض إنها أماكن آمنة. فهناك الناس كلها طبعاً فيش غاز، فيش أماكن للطبيخ، فيش حاجة، يعني فيش أدنى مقومات الحياة. فكان بدنا نعمل أكل. كان ابني الكبير 18 سنة وولاد جيراننا ومجموعة يعني كتير من الشباب، حبينا نعمل أكل. حكينا لهم يلا خدوا هاي الأكل وعملوا لنا أكل على النار. فراحوا يعمل أكل على النار، وعبد الله أصلاً والله عبد الله ما كان. عبد الله كان ساعتها بيشحن موبايلات في المسجد. ولكن إجا باللحظات الأخيرة، يعني قبل القصف في 3 يمكن دقائق بالضبط راح لهم. فساعتها صار القصف، كلهم صاروخ وكلهم استشهدوا، بس طلع عبد الله لحاله اللي انصاب. ربنا يسلمه ست صابرين يا رب ويكمل شفاه كده على خير إن شاء الله. حابين نعرف منك كمان على أحوال المرأة الفلسطينية دلوقتي في قطاع غزة، زي بتواجه، احنا بنتكلم على 5 شهور من القصف المتواصل، الحرب المتواصلة، النهاردة أحوال المرأة داخل قطاع غزة وإزاي بتواجه كل هذه التحديات؟ والله أنا بس بدي أنوه لنقطة، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد رب العالمين أنا بعتبره هو السبب إنه رجل عبد الله من بترت. الحمد لله. يعني لو يعني هو سمح انه عبد الله يتعالج بمصر. تخيل لو هو ما سمح انه يتعالج بمصر، اكيد كان عبد الله زمان رجله انبترت. فانا حابه بس اشكر رئيس عبد الفتاح السيسي، احكي له انه شكرا لك، انت السبب بعد رب العالمين انه ربنا ما بتر رجل عبد الله. الحمد لله. انت السبب فعلا، هو سبب بعد رب العالمين. يعني انا لو اتخيل مثلا انه مثلا ما استجاب للنداء، او انه الاستغاثه ما وصلته، او انه رفض انه عبد الله يدخل، ساعتها انه عبد الله كان حترب رجله. ست صابرين بنشوف على طول. انا بوجه له الشكر والامتنان والعرفان، هو السبب بعد رب العالمين انه عبد الله ربنا شفاه الحمد لله رب العالمين. فهو فعلا هو السبب. ربنا يخلي لك ابنك يا رب. ست صابرين، يعني بنشوف يمكن فيديوهات كتيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للمصريين وهم بيرحبوا بحفاوة كبيرة جدا بإخواتنا الفلسطينيين. شفتي التعامل ازاي من المصريين لعبد الله؟
أنا واحدة شاهدة والله العظيم، أنا واحدة شاهدة على كرم المصريين. هذه حاجة. الحاجة الثانية، أنا فعلا كمان شاهدة على المساعدات المصرية اللي بتوصل غزة، أنا كنت أشوفها في عيني. عبد الله من كان من قبل حوالي 4 شهور، من قبل 16/11، من 1/11 أثناء الإصابة، وهو كان يستخدم أدوية ومضادات وعلاجات وضمادات مصرية مصرية. عبد الله كان بالمستشفى يتعالج علاج مصري، وهو بمستشفيات غزة وهو بمستشفيات غزة. والله العظيم هذه شهادة أنا حابة أحكيها للكل. عبد الله هو في غزة كان يتعالج علاج مصري كله مصري، والله العظيم الضمادات اللي كان نحطها مصري، الرباطات الضاغطة مصري، العلاجات كلها مصري، مضادات حيوية ومسكنات كله مصري، كله مصري. احنا اخوات يا يعني استاذة صبرين بنشكرك ويعني الف حمد لله على سلامة عبد الله. كل الشكر ليكي استاذة صبرين كحيل والدة الطفل الفلسطيني الذي استجاب له السيد رئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجه في مصر. اشكرك يا ست صبرين، وربنا يصبر قلبك ويشفي ان شاء الله عبد الله على خير. طيب، وكل سنه وانت طيبه، وكل امهات فلسطين طيبين. شهاده حيه من حضرتك على هذا التعاون وهذه الاحاسيس والمشاعر الجميله الصادقه جدا ما بيننا جميعا كاهل، كمصريين وكفلسطينيين في أهل غزة وفي قطاع غزة. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر أنباء موجز التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة مع هالة الحملاوي. تفضلي هالة. شكرا محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال خفض العجز الكلي للموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة المشروعات الإنتاجية لا سيما الموجه منها للتصدير. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، وجه الرئيس السيسي كذلك باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية. كما استعرض الرئيس السيسي خلال الاجتماع جهود زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق ومستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية. تستضيف القاهرة اليوم اجتماعا وزاريا بحضور وزراء خارجية مصر والولايات المتحدة والسعودية وقطر والأردن، وتسعى مصر وقطر من خلال مفاوضات مكثفة إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله، محذرين في الوقت نفسه من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب القطاع. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع أيضا وزيرة التعاون الدولي الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. يعقد في قبرص اليوم اجتماع يشارك فيه ممثلو 40 دولة من أجل ضمان التنسيق اللازم لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية المخصصة للسكان المدنيين في غزة وضمان استمرارية هذا التدفق. وكانت سفينة أولى قد وصلت من قبرص إلى غزة ضمن الممر الإنساني البحري، وبدأ توزيعها عن طريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في شمال القطاع المحاصر، على ما أعلنت منظمة World Central Kitchen. وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن بشأن الحرب على قطاع غزة، وأوضحت مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار الأمريكي يقر بضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف. وبحسب المصادر يدعم مشروع القرار الجديد الأساس لسلام أكثر استدامة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على أنحاء متفرقة بقطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن القصف استهدف منازل بمخيم المغازي وسط القطاع ومناطق دير البلح ومدينة غزة والنصيرات ورفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.
كما استشهد شابان فلسطينيان في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم نور شمس في طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن اشتباكات عنيفة بالرصاص والعبوات الناسفة وقعت بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. كل سنة وكل أم بألف خير، كل سنة وأنتي طيبة. يعني وكنا بنتكلم يمكن في بداية الحلقة النهاردة عن نضال الأم الفلسطينية اللي مستمر من عشرات السنين، هي اللي ورثت الروح الوطنية الكفاحية للأجيال الفلسطينية، وكانت صمام الأمان اللي حافظ على الأسرة الفلسطينية في أكثر الظروف صعوبة وقسوة. ويمكن شفنا صحيح تمسك الفلسطينيين بأرضهم مهما كانت الصعوبات اللي بيمروا صحيح بيها. صحيح، بس أنت دايما الأم الفلسطينية والمرأة الفلسطينية مشدودة ومنحازة للأرض. بنحتفل بعيد الأم النهاردة، ولازم كمان نحتفل بتاريخ ونضال الأم الفلسطينية. معانا على الهاتف دكتور فيحاء عبد الهادي، الكاتبة والباحثة في التاريخ الفلسطيني. نقول لها صباح الخير يا دكتور. صباح الفل. يعني تحية ويعني وردة وقبلة على جبين كل امرأة مصرية فلسطينية ومصرية طبعا على الأرض. سؤال لحضرتك، تاريخيا شايفة نضال المرأة الفلسطينية إزاي وصولا لهذه اللحظة اللي احنا بنعيشها، لحظة الحرب، 5 شهور مستمرة، قصف متواصل، والأم الفلسطينية في ظل أهوال الحرب تقف صامدة على الأرض، شايفة ده إزاي؟ الحقيقة أول شيء بحب أقول إنه فعلا هو تحية للمرأة الفلسطينية والمرأة العربية والمصرية والعربية وكل نساء العالم في هذا الشهر اللي فيه يعني تحتفل كل نساء العالم بيوم المرأة العالمي. للأسف المرأة الفلسطينية يعني حرمت من الاحتفال كما تحتفل به نساء العالم هذا اليوم. أيضا عيد الأم اللي بتحتفل فيه المرأة العربية اللي هو بيصادف اليوم. الصراحة المرأة الفلسطينية هي منذ عام 47 وحتى الآن وهي تعاني معاناة يعني لا تطيقها الجبال، وبنفس الوقت هي تعاني وتصمد وتطمع. والآن تجسدت هذه المعاناة بشكلها اللي بيشوفه هلأ كل العالم. يعني إذا كان العالم ما شاف معاناتها من 47 والثمانية وأربعين لاختلاف الوسائل الإعلامية والوسائل التقنية، الآن كل العالم بيشوف هذه المعاناة، وللأسف إنه بيشوف صمت كمان الكثير من العالم لما يحدث للمرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ككل. اتعرضت المرأة الفلسطينية زي ما قلنا من 47 لتطهير عرقي، لمجازر ضد الإنسانية، لإبادة جماعية، والآن بنشوف الإبادة الجماعية بأجل صورها الصراحة. ومع ذلك المرأة الفلسطينية ما بتوقف ساكتة، يعني فعلا هي تعاني وتصمد وتقاوم. وهذا بنشوفه جسد حتى ما قبل 47، يعني لما كانت تعرضت للانتداب البريطاني وما كان يحدث في فلسطين، بنتذكر يعني انه اول شهيده فلسطينيه كانت تقاوم مع الثوار سنه 36 في واستشهدت فاطمه غزال، اول شهيده فلسطينيه عام 36 اثناء مقاومتنا مع الثوار في ثورة 36 في وادي عزون في قلقيلية. برضو نشوف انها على امتداد التاريخ الفلسطيني، المرأة الفلسطينية قاومت شروط إبادتها، هي كامرأة أم وزوجة وأخت وبنفس الوقت هي كامرأة فاعلة. يعني ما بننسى احنا دور المرأة اللي عام 48 مثلا الشهيدة حياة البلابسة اللي استشهدت وهي بتسعف
هي معلمة في قرية دير ياسين كانت، واستشهدت وهي بتسعف واحد من الجرحى اللي في القرية، وهي دورها كانت كمسعفة مقاتلة ممرضة بكافة الأدوار اللي لعبتها الحقيقة منذ تأمينها ومساعدتها أيضا للثوار في أيام 36 إلى صمودها ومقاومتها لتهجيرها عام 48، وللآن هي تقاوم ظروفها الصعبة، ومش بس صعبة، التي زي ما قلنا لا تطيقها الجبال. وبالتالي على امتداد مراحل التاريخ الفلسطيني، يعني إحنا شهر آذار هذا اللي إحنا فيه بذكرنا أيضا في النساء اللي قاومت واستشهدت في هذا الشهر الفلسطينية. بتذكر الشهيدة دلال المغربي اللي استشهدت في 11 آذار في 78 بعد ما رفعت علم فلسطيني وأقامت أول جمهورية فلسطينية على أرض فلسطين، واستشهدت على أرضها. نتذكر أيضا الشهيدات على الامتداد هذا طبعا يعني احنا بنتكلم على عدد مهول من الشهيدات الفلسطينيات. ولكن دكتورة فيحاء، يعني عايزة أعرف من حضرتك سر الأم الفلسطينية النهاردة، الأم اللي فقدت زوج وفقدت ابن وفقدت أحبائها ومع ذلك لسه متمسكة بأرضها وبتزرع الهوية دي وحب الوطن والأرض لدى أولادها. إيه العقيدة دي اللي مخليها الأم دي متمسكة للدرجات دي بأرضها وبتزرع حب الوطن والأرض في قلوب أولادها؟ هي الحقيقة صحيح، يعني الإيمان بعدالة القضية الفلسطينية، يعني الإيمان الراسخ بأنه هذا حق وليس شيء غير هيك، يعني الحق بالأرض والتمسك فيها وحقها بعدالة قضيتها، هذا بيخليها بعطيها قوة جديدة. ليس الأم فقط، الأم والأخت ليس فقط المرأة، يعني صحيح إحنا نحتفل الآن في عيد الأم، ولكن المرأة هي لديها أمومة طاغية حتى وهي غير متزوجة، يعني بمعنى المرأة الطبيبة والمعلمة والإنسان العادية وربة البيت، المرأة طويلا لديها هذا الإحساس بأنه هي تقاتل مع شعبها بكل أنواع المقاومة، يتصمد وتقاوم بكل الأنواع. يعني الآن في غزة المرأة تكتب الرواية الفلسطينية التاريخية بدمها، يعني بدمها وبدم عائلتها. منشوف عمالنا نماذج، يعني نماذج مختلفة ومتنوعة لصمود المرأة الفلسطينية، المرأة اللي بتحاول تلاقي قوت أسرتها وبتحاول إنها تخترع وتحاول إنها تلاقي كيف ممكن إنها ضمن هذه المجاعة. 70% من الناس في شمال غزة الآن بتعرضوا للمجاعة، ومع ذلك المرأة بتحاول، في منهم بتحاول تعمل بأقصى. يعني هي دكتورة فيحاء، هي يعني بحق امرأة أو أم ملهمة، يعني إنسانياً مش فقط في المحيط العربي. وبالنسبة للإلهام، أنا بحب أقول لك إنه صبايا النازحات هلأ النازحات من الشمال إلى الجنوب، في صبايا صغار كانوا بيسألوهم لما بدوا ينزحوا أنت إيش بدك تطلعي لما تكبري. هي قصص، يعني قصص إنسانية ملهمة بشكل كبير جداً. بس أنا عايز أسأل حضرتك سؤال يعني مهم فيما يتعلق. صحيح. أنا بدي أعطيك بس مثال على مرأة ملهمة فلسطينية من غزة، فضل. الدكتورة أميرة العسولي اللي خاطرت بحياتها عشان تنقذ جريش في غزة. طبعا هي أم وهي زوجة وهي إنسان وطبيبة، كانت في مصر عندما حصل الاعتداء الغاشم العدوان الهمجي على غزة، ومع ذلك أصرت إلى العودة إلى غزة كي تساهم. صحيح. لأن هي طبيبة، أقسمت قسم الأطباء، رجعت وخاطرت بحياتها. وهناك نماذج كثيرة جدا لمن عاد مرة أخرى إلى غزة أو بقى في غزة ورفض الخروج من القطاع حتى يكون يعني وسط أهله ووسط كل محبيه داخل القطاع. سؤال لحضرتك كباحثة هنا في التراث الفلسطيني، أهمية توثيق مثل هذه القصص، يعني التوثيق بالشهادات الحية بالوثائق،
بالقلم بالكتابة بالكاميرا، لأنه التوثيق هنا مهم جدا تاريخيا، لأن دي صفحة من صفحات النضال للمرأة الفلسطينية. صحيح، من أهم ما يمكن توثيق ما يجري الآن. وإحنا شفنا كمان نتيجة جزء من التوثيق عندما استخدمت جنوب إفريقيا في القضية اللي رفعتها في محكمة العدل الدولية، استخدمت بعض التوثيق الذي يجري في الإعلام. طبعا إحنا هلأ مطلوب جميع أنواع التوثيق، بالصحافة، بالقلم، بالكاميرا زي ما أنت قلت، بالكاميرا، بالقلم، بالصوت، بكل الوسائل، لأنه هذه إحنا هذه بتساعدنا جدا على أنه نظهر للعالم ماذا يجري حقيقة من أطماع صهيونية في فلسطين ككل، والآن يجري الآن في غزة. وكل الادعاءات اللي تذكر هي مش صحيحة، لأنه العدوان لا يجري الآن ولم يجري الآن، هو منذ 47 حتى الآن. لذلك التوثيق زي ما قلنا بكل الوسائل هو هذا مهم جدا، لأنه إحنا عمالها تدمر أرشيفاتنا. يعني بمعنى أنه في غزة دخلوا على الجامعات، المدارس، المعاهد العلمية، مراكز البلديات اللي فيها الوثائق والأرشيفات والكتب، حرقوا الكتب، أعدموا الوثائق، وتم اختطاف تقريبا كل الأطباء بكل المستشفيات، يعني حتى لا يتم يعني علاج أي من المرضى أو الجرحى، ومع ذلك لسه بتقف السيدة الفلسطينية في وجه هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة. المرأة الفلسطينية دورها مش من النهاردة بس، دورها من قديم الأزل. كل الشكر ليكي دكتورة فيحاء عبد الهادي، الكاتبة والباحثة في التاريخ الفلسطيني. كل الشكر مرة تانية، كل سنة وكل أم فلسطينية طيبة. الأم الفلسطينية أيضا ارتقت شهيدة في كل مراحل المواجهة، زي ما دكتورة فيحاء قالت لنا، من بدايات الصراع العربي الإسرائيلي من 47 ما قبل ذلك، وحتى الآن في مواجهة مع المحتل الإسرائيلي. الحرب الأخيرة على غزة استشهد عشرات ومئات الأمهات، واجهت الأم في غزة مصاعب وأهوال كبيرة جدا، لكنها وقفت في تحدي وصمود، متشبثة بالأرض، حاضنة لأطفالها، تحيط برعايتها كل من حولها، كل من فقدتهم، بتقدم يد الرعاية والرحمة لكل من حولها. شفنا عدد كبير جدا من الفيديوهات الإنسانية الصعبة جدا داخل قطاع غزة، وإزاي الأم بتبحث عن رفات أبنائها ورفات جيرانها داخل المباني المهدمة بشكل كبير. يعني نموذج استثنائي جدا للأم الغزاوية. احنا يمكن الفيديوهات اللي وثقتها وسائل التواصل الاجتماعي اللي بنشوفها طول الوقت حاجة ما حدش يقدر يستحملها. صحيح. حاجة صعبة جدا، ولكن الأم الفلسطينية وقفت قدام العدوان الغاشم بكل بسالة. عن الأم الغزاوية ودورها بنتكلم النهاردة مع المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر الدكتور ناجي الناجي اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير وأهلا وسهلا. الحقيقة اسمحوا لي أنا أبدأ بتوجيه التحية لحضراتكم لاستذكار بطولة وصمود الأم الفلسطينية في هكذا يوم. هذا موقف مسؤول من حضراتكم، هو ليس غريبا على الإعلام المصري. يعني احنا دايما بنتكلم عن العلاقات الوطيدة والأخوة ما بين الشعب المصري والفلسطيني. في البداية حابين نتكلم مع حضرتك عن كفاح وأشكال مقاومة الأم الفلسطينية للاحتلال الغاشم. يعني الحقيقة خليني أبدأ من حيث انتهت دكتورة فيحاء، لأنه أشكال المقاومة اللي احنا بنشوفها تنفيذيا يوميا هي امتداد حقيقي لكل الدور العظيم اللي مارسته الأم من عام 48 لما صارت النكبة بفلسطين. كان اليقين عند الأم الفلسطينية أن أسلوب المقاومة الأبقى والأهم هو العلم، لذلك دأبت العائلة الفلسطينية والأم الفلسطينية على وجه الخصوص على توفير كل سبل العيش بالرغم من صعوبة النكبة وقت ذلك وصعوبة الهجرة، من أجل أن تعلم أبنائها وتبدأ تخلق واقع جديد يناقض الواقع المريض الذي تعرض له المجتمع الفلسطيني أثناء النكبة عام 48. ما حدث في ذاك الوقت هو نفسه الذي يستمر حتى هذه اللحظة. حتى اليوم نحن نرى النموذج بتطوره، ونرى أن الأم الفلسطينية الآن في ظل هذه الحرب المستعرة، حرب الإبادة الجماعية التي أكثر من 33 ألف شهيد غير اللي تحت الركام، حتى هذه اللحظة
نرى هذا الجنون الإسرائيلي الموجود، ونرى مقاومة حقيقية من كل أم فلسطينية تحاول الحفاظ على البنيان المجتمعي لأسرتها، تحاول الحفاظ على الكينونة الهويتية لأسرتها، تحافظ على مناخات العيش ومقاومة هذا الموت بالحياة. أقول لحضرتك أنه أنا يوميا أتلقى الكثير من الاتصالات من أمهات في هذه الخيام، في هذه الظروف العصيبة، من أجل الاطمئنان على أبنائهم الدارسين في الجامعات المصرية. يعني السيدة في الخيمة في هكذا ظروف، وهي بين لحظة أخرى قد تكون وقد لا تكون، وفي ذات الوقت هي تطمئن وتوصي على أبنائها من أجل أن يكملوا طريقهم في العلم. لذلك هو الحقيقة دور عظيم ما تقوم به، ودور استثنائي، ودور مليء بالتحديات. طب دكتور ناجي، يعني لو سألنا حضرتك كالأم الفلسطينية أو داخل نسيج الأسرة الفلسطينية، إيه هي أبرز القيم التي تحرص عليها الأم الفلسطينية في تثبيتها داخل البيت الفلسطيني، في يعني وضعها أمام أبنائها وأطفالها بشكل أساسي يومي في الحياة اليومية الفلسطينية؟ إيه هي أبرز هذه القيم؟ يعني كما قلت لحضرتك، هي بالنسبة للأم الفلسطينية التعليم أولاً، تعليم على النسيج المجتمعي الفلسطيني ثانياً، ثلاثة الحفاظ على مفهوم الهوية الفلسطينية المكون من المنزل، من الأسرة، من العائلة، من نمو هذه العائلة، من تشظيها بالشكل الإيجابي، من الذهاب إلى توسيع مفهوم المشاركة الفلسطينية. أنا أود أن أشير إلى شيء أستاذ محمد، إن هو هذا الشكل الذي نتحدث عنه هو أيضا شكل استثنائي، لأنه الأم الفلسطينية هي أولا تعيش في بيئة عصيبة للغاية في ظل وجود الاحتلال، لذلك هي لديها المقاومة التي تمارسها كل أم في العالم، وهي المقاومة من أجل بناء أسرة ناجحة وصالحة. وفي الوقت ذاته هي تقاوم هذا المحتل بأن تمارس هذا الدور ضمن ظروف غير طبيعية. بمعنى أي أم في العالم، كلنا نعلم أن الأمهات كلهم بأدوارهن العظيمة الحقيقة، هي تقاوم أزمات المجتمع وأزمات الاقتصاد وأزمات الصعوبات الحياتية. فبص على ذلك أن أم الأسير وأم الشهيد وأم الفتى أو الصبية التي تسعى لأن تكون عنصر إنتاج في مجتمعاتها دون الدخول في أي التفاصيل. لذلك عندما تضع كل هذه العوامل في بوتقة واحدة وتنظر إلى المشهد من بعيد، تقول أنها تحملت كثيرا. أنا أذكر منذ عامين كان في فعالية مهمة في الأقصر، ورشحنا كل دولة رشحت أحد من أجل تمثيل بلاده. من رشحته فلسطين هي خلفاء فلسطين، هي سيدة فقدت ثلاثة شهداء وثلاثة أسرى على سبيل المثال، أولادها فلذات أجبادها اللي ربتهم مثل أي أم في العالم، فقدوا بهذه الطريقة وبهذه الآلية. إيه هي مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الأم الفلسطينية؟ كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم الأم الفلسطينية؟ الحقيقة يعني خليني أقول لك كمان بصراحة ووضوح، أنه الفترة الأخيرة هناك انكشاف حقيقي حول جدوى وحقيقة هذا المجتمع الدولي. يعني بمعنى أنه على مستوى البيانات وعلى مستوى الهيئات والمؤسسات، هناك العديد والعشرات من هيئات دعم الأمومة والطفولة على سبيل المثال، ولكن عندما ذهبنا إلى الواقع في التنفيذ، هذا لم يتعدى هذه البيانات، لم يكن هذا المجتمع الدولي قادرا على حماية الأم الفلسطينية ولا على أي مكون آخر بالمناسبة. بمعنى هذه دولة الاحتلال هي دولة فوق القانون، لم تستطع بأي شكل من الأشكال لا أن تحمي الأم ولا الطفل ولا الشيخ ولا الكهل ولا أي مكون من المكونات. لذلك ربما نستمع إلى الكثير من المداخلات حول دور الأمومة وحماية الأم الفلسطينية، ولكن هل هناك من استطاع أن يوفر حماية حقيقية على الأرض وهي حماية ملموسة؟ للأسف الجواب لا، لم نستطع أن نجد ذلك. طب إلى جانب الدور الدولي والمؤسسات الدولية، هناك يعني تنامي كبير جدا وتصاعد لموجة تعاطف غير مسبوقة مع القضية الفلسطينية. يعني بنجد تظاهرات في عواصم عالمية، بنجد أن القضية تم إحيائها إنسانيا مرة أخرى. كيف ترى نظرة الشارع في العالم والرأي العام العالمي اليوم لما يحدث في قطاع غزة، وتحديدا لدور المرأة والأم الفلسطينية؟
يعني أنا أحييك على هذا السؤال، لأنه بالفعل هو ما حدث في الآونة الأخيرة، ويعني لم يعد هذا المجتمع الدولي ولم تعد العواصم والمدن في العالم كله قادرة على التغاضي أو غض الطرف بأي شكل من الأشكال على ممارسة هذا المحتل. بمعنى هذا المحتل أوصل الناس إلى درجة أنهم لم يعودوا قادرين على الصمت. كذلك يعني ما قدم من دماء في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، أيضا ما قدم من تضحيات، هذا الفجاجة في القتل والإمعان في الذبح الذي مارسه هذا المحتل وضع المجتمعات الغربية أمام بعض المسؤوليات. هنا نتحدث عن ضمائر الشعوب الحية التي تحركت وكانت خير سند للقضية الفلسطينية، وأعتقد أن بعض مواقف الدول يعني أصبحت نموذجا يقاس عليه في بالنسبة للتحرك الغربي مثل جنوب أفريقيا وإيرلندا وغيرها. وبالتالي العواصم التي تحركت والشعوب التي تحركت والضمائر الحية التي عملت جاهدة، وأيضا هناك كان محاولة كبيرة لتسليط الضوء على دور الأم ودور المرأة ودور الطفل في هذا القتل العشوائي الذي يمارس بحقهم. ولكن كما قلت لحضرتك، حتى هذه اللحظة إن عملنا قياسا سريعا نجد أن التحول مهم للغاية، تحول في ضمائر ونبض الشعوب، ولكن ربما في إطار التأثير وفي إطار وقف ولجم هذا المحتل عن أفعاله حتى اللحظة لم نصل إلى هذه الدرجة. وكلنا رأينا سويا كيف في مجلس الأمن على سبيل المثال عندما كان هناك ما يشبه الإجماع كانت تقابل تلك القرارات بقرارات تمنع صدور أي حراك حقيقي من أجل وقف آلة الحرب، وهو الهدف الأهم الذي تسعى إليه كل دول المنطقة الآن. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر. يمكن بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، احتفلنا مع حضراتكم بالأم المصرية والأم الفلسطينية، بكل أم في يعني بتقدم تضحيات وبتعمل دور كبير جدا في دور وحياة أولادها. كل سنة وأنت طيبة، كل سنة وأنت يعني أهم حاجة في حياتنا كلها. ونصبح لحضراتكم مرة تانية، ونشوف حضراتكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. وصباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر.